مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. حنا دابا كنتواجدوا في باب الحد مدينه الرباط، كنشوفوا شنو هما الخطوط اللي كيمشيو من باب الحد. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام. واش انت خدام هنا مع انزه؟ اييه. ممكن تقول لي عافاك شنو هما الخطوط اللي كيمشيو من هنا من باب الحد؟ كاين خط 6، كاين 7، كاين 8، كاين 30، كاين 107، كاين 34 و34 باي. هادشي اللي كاين. تقدر تقول لي كل واحد في هادو فين كيمشي؟ كل واحد؟ عندك 6 و7 كيمشيو للمارشي البرو ديال تميرة. منين كيدوزو من هنا من باب الحد ومنين كيدوزو؟ عندهم نفس الطريق بحال 6 بحال 7. لا كيتفرقوا في الطريق. اها 6 منين كيدوز؟ 6 كيدوز من هنايا على شارع الأمم المتحدة، شارع أطلس، شارع ابن سينا، السبيطار ديال الولادة، ويدوز على العرفان، ويقيش الولاية، ويقيش الولاية المسيرة واحد، ويمشي يطلع لشارع طارق بن زياد، من تما كيمشي للمارشي كرو. وبالنسبة للسبعة؟ السبعة كيمشي من هنايا من باب الحد، يدوز على الرونبو ديال باب تمسنا، ويدخل لشارع الفال ولد عمير، كيطلع لليسي ديكار. من لي سيدي كارت كيدوز السويسي، سبيطار الراس، ماريفيي، شارع كامل تلو طوروت، يدخل للكيش يطلع طارق بن زياد، شارع طارق بن زياد، كيدوز ميلانو، وطريق السادية كيمشي للمارش. بالنسبة للخطوط الأخرين اللي كاينين هنا عاوتاني؟ 35 و36 جوج في الترميز ديالهم في الشيكا. من هنا باب الحد الشيكا؟ من باب الحد الشيكا. وفين كيختلفوا في الطريق؟ 35 كيدخل للأبدال، 36 لا، تيدوز على القامرة، شارع المجد. ودوز على المركب. وشنو الخطوط الاخرين اللي كاينين هنايا؟ كاينين ديال عين عوده. كيمشي من هنا لعين عوده، منين كيدوز؟ كيدوز على ميني بارك تقدم، ويدخل شارع محمد السادس ديال عين عوده. داكور. وشنو الخطوط الاخرين؟ بان لي انا كاين ال 31 وكاين ال 107. 31 كيدير المرس الخير. المرس الخير كيدوز على يعقوب منصور، ويدوز على المركب. وكيمشي المسيرة واحد الطريق ديال 51 القديمة، من تما كيدير الخروج ويهبط لسميتو المرس الخير. داكو، دونك هادو هما الخطوط اللي كاينين هنايا في باب الحد. 32 كاين 33 ديال هرورة ميني باك، كيمشي حتى قصر المؤتمرات في السخيرات. ولا كيمشي حتى السخيرات 33. 33 32 كيمشي للوفاق. كيدوز على الوفاق. وشنو الترمينيس ديالو؟ جماعة ديال هرهورة. جماعة ديال هرهورة حدو تمايا. أييه هذا هو الترمينيس ديالو. شكرا أخويا بزاف، كنشكرك بزاف على هذه المعلومات، وكنتمنى إن شاء الله مشاهدينا الكرام تلقاو في فيديو جديد. إلى اللقاء. مرحبا.